زي ما قالوا الزملاء الأعزاء نبدأ بطاقتنا الإيجابية. تعالوا معانا رحلة جديدة كده ناخدها في التاسعة النهاردة. التاسعة النهاردة فيها إيه؟ موضوعاتنا الحقيقة متنوعة. بنحاول دايما فريق التاسعة اليوم الخميس نكون متنوعين قد ما نقدر، عشان لو حضراتكم موجودين بقى في البيت وخميس وأجازة وبكرة الجمعة يكون عندكم جرعة بين السياسة والمجتمع والفن وأكيد الكورة، لأن الكورة طبعا لها عشاق وجماهيرية كبيرة جدا مش بس في العالم ولكن في مصر كمان. تعالوا نستعرض كده مع بعض أهم عناويننا. من هو حسن الصباح الذي يجسده كريم عبد العزيز في مسلسل الحشاشين؟ طبعا ده من أهم مسلسلات شهر رمضان بإذن الله. التحكيم المصري بين يعني الإشادات الكثيرة في كأس الأمم الإفريقية والانتقادات في الدوري، وده اللي هقف عنده واتكلم عنده كتير. عبد الله أشرف في كلمة السر، هو كلمة السر والملهم لصناع مسلسل حالة خاصة، هذا المسلسل الناجح اللي أشاد بيه الجميع. وأخيرا احتفال الحقيقة خاص جدا بمسيرة الشاعر، شاعر الألوان، شاعر الكلمة وشاعر أيضا الألوان، لأنه كان فنان تشكيلي رائع. الشاعر الجميل الرائع مجدي نجيب بعد رحيله عن عالمنا أمس. كده جرعة زي ما قلنا لحضراتكم بين السياسة والفن والمجتمع والكورة. إن شاء الله نحاول كده نلخص حاجات كثيرة بإذن الله في التاسعة اليوم. هبدأ معكم باجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، وأكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على البدء فورا في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لقرارات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطبيق حزمة اجتماعية عاجلة، والتي تتضمن العمل على رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6000 جنيه شهريا، وزيادة الأجور العاملين بالدولة وأيضا الهيئات الاقتصادية، وذلك بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه وذلك شهريا بحسب الدرجة الوظيفية. كمان تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وتخصيص 6 مليارات جنيه وذلك لتعيين 120 ألف من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية وأيضا الجهات المختلفة. تفاصيل كل هذا تعالوا نذهب فيها إلى المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء. مساء الخير يا فندم. سيادة المستشار، هذه الحزمة الاجتماعية الحقيقة التي أصدرها السيد الرئيس بالأمس تخفيفا على أعباء المعيشة، يريد كده نتحدث عنها سريعا وأهم ملامحها. في الحقيقة الحزمة، حزمة الحماية الاجتماعية يعني تعد جزء من عملية الإصلاحات، حزمة إصلاحات وتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وجه بها فخامة السيد رئيس الجمهورية خلال الاجتماع مجلس الوزراء اليوم. ثمن دولة رئيس الوزراء القرارات التي أصدرها فخامة السيد رئيس الجمهورية، وأكد دولة رئيس الوزراء أن الحكومة ستعمل على تطبيقها بصورة فورية بداية من شهر مارس المقبل، واتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية لتطبيقها. الحزمة كما تعلمين حضرتك هي أكبر حزمة حماية اجتماعية عاجلة بقيمة 180 مليار جنيه، وسيتم وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على بذل أقصى جهودها لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين واحتواء تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على المواطنين. كما أشرت حضرتك الحزمة بتشهد العديد من الإجراءات التي تسهم في رفع أو تحسين الأجور، وفي نفس الوقت بتأتي في إطار حرص الدولة على توفير حزمة من الحماية الاجتماعية للمواطنين، أخذا في الاعتبار ارتفاع نسب التضخم خلال الفترة الحالية. سيادة المستشار، متى سيحصل الناس على كل هذه المستحقات؟ يعني امتى الناس هتشعر؟ هيبداوا يعني الشهر المقبل باذن الله هتكون موجوده في الاجور، في المرتبات، في المعاشات؟
ان شاء الله. ايوه يا فندم، ان شاء الله الحزب معايا وتحسين اجور سيتم تطبيقها بدايه من شهر مارس المقبل. لذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم تم مراجعه كافه التفاصيل المرتبطه بتطبيق حزمه تلك الحزمه من الاجراءات، وان شاء الله تم التوافق على بدايه تطبيقها بدايه من شهر مارس المقبل باذن الله. سياده المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، اشكر حضرتك شكرا جزيلا. انا عارفه انه هذه الحزمه الاجتماعيه الحقيقه يعني ادخلت البهجه في نفوس يعني الناس بشكل عام، وايضا الاحساس وتخفيف اعباء المعيشه اللي موجوده، ان شاء الله تصل الى مستحقيها وتساعد ايضا وتقدم الدعم لكل اهالينا والمواطنين المصريين. ما زال في التاسعه فقرات كثيره، ارجوكم عودوا الينا بعد فاصل قصير، تفضل. شهر رمضان بتتسابق فيه الأعمال الدرامية بشكل كبير، ولكن الحقيقة كمان الاهتمام بالمحتوى هو من أهم الأشياء، لأن دي فرصة لنسبة المشاهدة العالية ووجود طبعا المشاهدين اللي بيتابعوا كل هذه الأعمال، وبتبقى كمان فرصة إذا كان عندك أعمال فيها جزء من التاريخ والمعرفة إنك تاخدها في ثوب الدراما وتقربها وتبحث في أوراق التاريخ وتصحح مفاهيم كثيرة، بيبقى مهم جدا لما تقدم من خلال عمل درامي كبير. وهذا الشيء الذي تعمل عليه دائما الشركة المتحدة في كل رمضان. في هذا العام واحد من الأعمال اللي بتقدمها الشركة المتحدة في رمضان 2024 مسلسل الحشاشين. إيه هو الحشاشين؟ الحشاشين بيتناول قصة البطل أو يعني الرئيسي في البداية أو الشخصية الرئيسية حسن الصباح. وحسن الصباح ده أسس جماعة اسمها الحشاشين، وطبعا محاولة نشره بقى لفكر طائفة الإسماعيلية النظرية، وبتعتمد القصة على ثلاث شخصيات أساسية. الأولى زي ما أنتم شايفين كريم عبد العزيز، وهو حسن الصباح بيقوم بدوره كريم عبد العزيز، والتانية الوزير الدولة لنظام الملك ويجسد الدور الفنان فتحي عبد الوهاب، والشاعر والفيلسوف وعالم الرياضيات عمر الخيام ويجسد الدور الفنان نيكولا معوض. الحقيقة عنصر التشويق واضح جدا، يعني هذا الاختلاف كمان والتباين بين الشخصيات وعالم، يعني كل شخصية عندها عالم خاص، فهنشوف منافسة شديدة جدا ورائعة. كمان يعني خلينا نقرب ونعرف الروايات ايه. قصة الحشاشين حسن الصباح كان سبب تناولها كان ايه في اكثر من عمل ادبي روائي، زي ايه؟ زي رواية الموت للكاتب فلاديمير بارتول، ورواية سمرقند لأمين معلوف The Walking Drum، وأيضا للكاتب لويس لامور وهي قيامة الحشاشين والهادي التيمومي، ومسرحية أمير الحشاشين لأبو العلا السلموني. الحقيقة مجموعة من الروايات، وهندخل إلى التاريخ، هندخل للدولة الفاطمية، هنعرف حاجات كتير جدا، وهيبقى أعتقد فرصة أن نتزود من التاريخ وربما نصحح أفكار لم نكن نعرفها. خليني أروح للباحث الذي يبحث في التاريخ عنا طول الوقت ويقدم الكثير عبر الزوم من القاهرة، الباحث والكاتب التاريخي وليد فكري. مساء الخير يا أستاذ وليد. الحمد لله. يعني عايزين كده نعرف منك ونقلب معك أوراق التاريخ وندخل إلى عالم الحشاشين. يلا بينا. أهمية اولا يعني عايز اعرف كرايك كباحث تاريخي وانت يعني عاشق للتاريخ وللحقب المختلفه، يعني ايه اللي بتشوفه اهميه الحشاشين وتقديمها في هذا التوقيت؟ طيب، هي حركه الحشاشين الاهميه الكبيره جدا فيها مش بس على مستوى التاريخ الشرقي او التاريخ الاسلامي، وانما على مستوى التاريخ العالمي، ان هي بتمثل اول حركه تلجأ للاغتيال الممنهج للمخالفين ليها. يعني مش مثلا زي الخوارج بتلجأ له احيانا، وانما هي حركه بتعتمد في الاساس على سلاح الاغتيال، وان سلاح الاغتيال ده لابد انه يكون اغتيال علني، يعني لابد من تحقيق غرض الارهاب للخصم. اضافه انها ما كانتش فقط بتستهدف رجال السياسه والعسكريين ورجال الحكم، وانما
كان قائمة الاغتيالات بتشمل العلماء والمفكرين والفقهاء، يعني هي التفتت لخطورة الكلمة، لأن محاربة الفكر المتطرف بالكلمة لا تقل قوة ولا تقل أهمية عن محاربته بقوة السلاح، فهي التفتت لده. فده بيميزها جدا بين يعني مختلف الحركات المشابهة أو اللي انتهجت مناهج مشابهة سواء في ثقافتنا أو في أي ثقافة أخرى. تمام. طيب هنا أنا هقف كده وهفكر بفكر المشاهد اللي بيسمعنا احنا الاثنين. هنا يعني هسألك، المشاهد على طول هيقول ما هو الاقتراب بينها وبين داعش؟ بالظبط. الاقتراب بسيط جدا. احنا دايما بنقول، كان في مقولة دايما يعني بنقولها، ان الشخص اللي بيلبس حزام ناسف ويفجر نفسه، لو كان اللي اداله الحزام عارف ان التفجير ده هيوديه الجنه ما كانش اداله الحزام، كان فجر هو نفسه وراح الجنه. وده نفس الفكره بالنسبه للحشاشين، ان هو كان في وعد من يعني كبيرهم اللي هو حسن الصباح، اللي هو كانوا بيصفوه بسيدنا، ان هم هيذهبوا الى الجنه، يعني هم هيروحوا هيقتلوا فلان وهو غالبا مش هيرجعوا، لان هم كانوا بينفذوا عمليات الاغتيال في الاسواق او في المواكب او بعد صلاه الجمعه، يعني بيتعمدوا ان هي تكون وسط حشد من الناس، وسط اجتماع الناس. فكان بيبقى الغالب عليهم الغالب ان هو مش هيعيش، هي عمليه انتحاريه. فكان بيعدهم انهم لو ماتوا خلال تنفيذ العمليه او اعدموا بعد كده، ان هم يعني معاه ضمانه ليهم ان هم رايحين الجنه. فهي نفس الفكره اللي داعش بتعملها مع الشخص اللي بيفجر نفسه او اللي بيسوق عربيه مفخخه او ما شابه، ان هي بتعتبر انها بتمتلك مفاتيح وصكوك دخول الجنه، وتمتلك الحق في الحكم على انسان ان هو تنتهي حياته وينتهي وجوده بسبب المخالفه ليه. طيب هل انا اقدر اقول هنا بانه يعني في ايامنا هذا في العالم كله، الارهاب، الجماعات الاخوانيه، الجماعات المتطرفه، داعش، هي مجرد امتداد لنفس الفكر القديم؟ الحشاشين واللي قبلهم واللي قبلهم هو نفس الامتداد، لا ينتهي ابدا، هو يتكرر في اشكال اخرى؟ بالضبط. هقول لك على حاجه. الامام علي بن ابي طالب لما حارب الخوارج في معركه النهروان وقضى على عدد كبير منهم، ناس قالوا له يعني بيهنوه بالنصر، فقال لهم كلا بل هم في اصلاب الرجال وارحام النساء. فالمقوله المنسوبه للامام علي بن ابي طالب دي بتقول ما معناه، ان المشكله في ان الفكر المتطرف هو للاسف احنا بنحاربه وبنحاول ان احنا نقضي عليه. صحيح. لكن الانسان فيه الخير وفيه الشر. فطبيعي ان هنلاقي دايما على مر الازمنه ناس عندهم من الشر يعني ما يكفي ان هم يتلاعبوا بالاديان، اللي هي المفروض انها وسيله للعلاقه بين الانسان وبين السماحه والانسانيه بالضبط، ان هم يتلاعبوا بيها ويحولوها الى سلاح للاستهداف ولاهدار الدم وما الى ذلك. فده امر مستمر، يعني حتى كلمه الحشاشين في اللغات الاجنبيه هي تحولت بعد كده لمعنى الشخص اللي بيقتل اغتيالا، زي مثلا في الانجليزي اساسن، في الفرنساوي اساسان، وهكذا. فاصبحت مرتبطه بالقتل بالاغتيال. فهو هو هم خلقوا يعني خلقوا منهج، وهو يعني منهج مستمر، لان اي تنظيم ارهابي هيلاقي فيه تجربه سابقه لحركه ارهابيه قدرت انها تجمد ناس وتحركهم وتحولهم لاسلحه في ايديها، اكيد مش هيتاخر في ان هو يحاول انه ينتهج نفس النهج. يعني خليني اقول مثلا، لو يعني جماعه الاخوان الارهابيه او الجماعات كمان المتطرفه الموجوده انتهجت نفس النهج، يعني رجعت الى التاريخ وانتهجت نفس النهج، او هو ده امتداد نفس الفكر، يعني القمع، الارهاب، القتل، هي نفس الفكر. طيب انا هنا برضو هرجع واسالك كمان سؤال تاني استاذ وليد. يعني كثيرا ما نرى بان يعني كميه الثقافه والفكر والعلم اللي كان موجود على مدى العصور كان يحارب بشكل او باخر، يعني كان دائما محاربته. لو انا مثلا رجعت لابن حزم
فهنعرف ان تم حرق مكتبته وافكاره. رجعت لابن رشد في زمن تاني، تم حرق مكتبته وافكاره. فاذا الافكار دايما بيتم قتلها، خاصه لو كانت افكار انسانيه وادبيه وفنيه وفيها ارتقاء بالنفس. بالظبط بالظبط. هو اكتر حاجه هو بيخاف منها هي الفكر. ليه بقى؟ لان لو انت واجهته بالسلاح، هو طبعا من الضروري ان يكون في تكامل ما بين المواجهه بالفكر والمواجهه بالسلاح. يعني واحد شايل سلاح ولا ماسك حزام ناسف، لابس حزام ناسف وداخل على عليا، انا لو رجل امن او رجل في جيش بلدي، انا مش هقعد اناقشه في ساعتها، هطلع سلاحي واتعامل معاه، ده شيء طبيعي. ولكن دايما بقول ان الهدف من المقاومه بالفكر هي منعه انه يبقى ارهابي. يعني دايما لما بتكلم مع بعض الاصدقاء مثلا اللي بيشتغلوا في مجال الشرطه او الجيش، بقول له انت بتحاربه لما هو يبقى ارهابي، انا بحاول امنعه من ان هو يبقى ارهابي. فبالتالي محاربه الفكر المتطرف ومحاربه الفكر الارهابي، انت كده بتقضي على البيئه اللي بينمو فيها هذا النبات الشيطاني، فبالتالي انت بتمثل خطوره عليه. وخطوره لا يلتفت ليها الا صناع هذا الفكر، لان هم شايفين ان انت كده خلاص انت عرفت زي ما بيقولوا بيتهم ايه. فمن الطبيعي ان هم يستهدفوك، لدرجه ان مما يقال تاريخيا ان كان في مخطط لاستهداف الامام ابو حامد الغزالي لما عمل كتابه فضائح الباطنيه، وده كتاب يعني يعتبر بمثابه في جزء فيه اللي هو بيتكلم على وسيله تجنيد الخشاشين للعناصر اللي بتنضم لهم بعد كده. فكان في الكتاب ده يعني من اقدم، نقدر نقول ان هو كان عامل زي بروفايل للطريقه اللي بيتم تجنيدها، الطريقه اللي بينتهجوها، يعني ازاي بيمشوا عليها. فكان من الطبيعي ان هو يصبح مهدد مهدد من قبلهم. طيب آخر سؤال أنا هسأله لك، يعني إذا كنت أنا مشاهد وأنا في رمضان، يعني حضرتك شايف إزاي إن وجود نجم كبير له مصداقية زي كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، نيكولام معوض، إن هم ينقلوا أفكار هذه الجماعات ويبقوا هم كمان بيقدموا الفكر ده لمشاهد بسيط؟ مدى الاستفادة اللي ممكن هيحققها المشاهد من عمل درامي زي ده؟ أولا عمل تقيل، عمل صعب، عمل تنفيذه في حقب قديمة جدا، فلازم فيها مصداقية وفيها رؤية. بترى إزاي تأثير الدراما هنا ممكن هيبقى مفيد قد إيه؟ طيب هو دايما في تساؤل عن العلاقة بين الدراما والتاريخ. دايما احنا كمشتغلين بالتاريخ بنقول هي الدراما هي ليست مصدر مباشر للمعرفه التاريخيه، يعني انا مش هاخد المعلومه بنسبه 100% من الدراما، وانما هي مصدر لتسليط الضوء على المعلومه. بمعنى ان انا بتفرج على عمل الدرامي لازم طبعا تبقى في مصداقيه طالما عايز اوصل رساله منه، مع مراعاه المساحه المتاحه لصناع العمل ان هم يعني يخدموا الغرض الدرامي. لكن الغرض من العمل، نجاح العمل بعد كده، هو ان اللي اتفرج عليه يقول اه انا عايز اعرف اكتر عن الناس دول. ايوه، فيروح بقى يعني الناس ترجع للبحث يعني. بالظبط، او تاخد فكره وترجع للبحث يعني. يعني هو العمل الدرامي التاريخي مهم جدا جدا جدا، لان هو اللي بيستفز الشخص بعد كده انه يدور، بيلفت نظره لمراحل في تاريخه لابد ان هو يدور عليها، فهو عمليا هو بيخدمنا. يعني العمل الدرامي انا كواحد عايز اشجع الناس تقرا في التاريخ او تتفرج مثلا على افلام وثائقيه وما الى ذلك، العمل الدرامي التاريخي هو عمليا لو تم تقديمه باتقان، وطبعا يعني انا متفائل بوجود يعني باسماء زي الفنانين كريم عبد العزيز وفتحي عبد الوهاب نيكولام معوض، والصور اللي احنا شفناها اللي طلعت من العمل اللي هي مبشره جدا، فده شيء فعلا بيخدمنا، ده شيء بيفرحنا، لان معناه ان الناس اسئلتها في الفترة دي هتزيد، وبالتالي اطلاعهم على الموضوع اللي بيتناوله العمل هيزيد. أكيد أكيد، نتمنى إن شاء الله إنه هذا العمل يلقى النجاح ويصل إلى الناس، وبالتالي يقدروا يعني يحركوا يعني كل يعني مؤثرات بقى البحث، ويقعدوا يبحثوا وتبقى ثقافة درامية عالية بإذن الله. بشكرك شكرا جزيلا الباحث والكاتب في التاريخ الأستاذ وليد فكري، بشكرك شكرا جزيلا. نرجع بقى تاني ونشوف زي ما قلت لكم مسلسل حلقة خاصة.
المسلسل ده الحقيقة لاقى يعني إشادة كبيرة جدا من الجمهور والمشاهدين، وكمان موضوعه يعني موضوعه مع البطل اللي عنده توحد خلى الناس تنتبه الحقيقة، موضوعات حلوة وبتخلي الناس الحقيقة يعني تقترب من هذه الموضوعات، لأنه يعني أكيد الحالات دي موجودة في حياتنا وموجودة في بيوتنا. التعاطف اللي كان مع شخصية نديم أبو سريع اللي بيقدمها الفنان طه دسوقي كان وراها شخصية ملهمة جدا وشخصية حقيقية، هو الشاب عبد الله أشرف. عبد الله كان يعني ملهم جدا وساعد طه الدسوقي كتير عشان يحقق الخطوات الناجحة دي، وطبعا يعني خلاه يعني يقدر يعمل حاجات كتير جدا، واشتغل على فكرة بعدها عبد الله مونتير في منصة ومنصة واتشت طبعا، واللي انا اعرفه ان هو مبدع كمان. يعني خليني اقرب اكتر من عبد الله اشرف واسلم عليه، وطبعا زي ما قلت لكم هو ملهم لشخصيه نديم ابو سريع طه الدسوقي في حاله خاصه. عبد الله مساء الخير يا عبد الله. مساء النور، ايه الاخبار؟ مساء الخير يا عبد الله. مساء النور. يعني انا سعيده جدا بيك. عارف انا سعيده اكتر ليه؟ سعيده كمان عشان بسمع ان انت يعني مبدع وبتشتغل كمان في واتشت وبتعمل بروموهات وبتعمل شغل رائع، يعني ده شيء جميل جدا، يعني انت زميل اصلا يا عبد الله. يعني شكرا، كلامك اللي حلو الصراحه. بص بقى يا عبد الله، الطريقة اللي انت بتقولها شكرا وكلامك، طريقتك دي هي اللي كانت ملهمة لطه الدسوقي. لما شفت طه الدسوقي نديم في حالة خاصة وهو بيأدي الشخصية، حسيت قد ايه انت افدته؟ انا فعلا حسيت ان انا يعني اديت دوري، بس انا الصراحة يعني احب ان انا اقول لطه ان هو عمل شغل رائع في تقمص الشخصيه، ان هو عنده طيف توحد، وان هو عمل يعني دور مقنع جدا. يعني انا بصراحه لما انا اتفرجت عليه وهو بيمثل كده حسيت ان هو شخص حقيقي كده، كنت اشوفه في حياه حقيقيه عنده طيف توحد كده. طب قول لي يا عبد الله، خلينا نقرب من بعض كده، ممكن؟ اهلا وسهلا. طيب لا، او قولي شكرا عشان بحب شكرا بتاعتك يعني. طيب بص يا عبد الله، عايز اعرف طه الدسوقي اتعلم منك ايه بالظبط؟ يعني قولي ايه الطريقه اللي احنا شفناها وهي نفس طريقتك واخدها منك طه الدسوقي؟ اتعلم مني ان في حاجات معينه كده الناس اللي عندهم توحد بيتصرفوا فيها، يعني الباينة قوي اللي هي السماعات دي. يعني دي واخدها مني الصراحة كده. وفي التانية ان هو ما بيعرفش مثلا ان هو يبص عين لعين مع اللي قدامه، يعني الاي كونتاكت بتاعته مش احسن حاجة، رايحة جاية. رايحة وجاية. وبرضه هو يعني ما عندوش وعي اجتماعي جامد كده. يعني هو لما حد بيقول جملة، الجملة دي مفروض ليها معنى تاني، بس هو بيفهمها زي ما هي كده. يعني صباح الخير تبقى صباح الخير، يعني أيوة يعني بالزبط. الجملة زي ما هي، ما ينفعش يبقى فيها يعني رايحة جاية، لازم تبقى مباشرة، ليها معنى واحد. ليها معنى واحد. هو يعني طيب انا عايز اسالك سؤال. انا شفت لك صور كده برضو يا عبد الله وانت حاطط الهيدفونز، ودي كمان عملها نديم. نديم كان بيسمع المصريين، والحقيقه كانت حاجه حلوه، يعني الاغنيه مؤثره. انت ليك برضو حاجات معينه تحب تسمعها وهي مؤثره بالنسبه لك؟ والله انا من الناس اللي لو بسمع اغنيه نغمها حلوه كده او حاجه يعني حلوه للودان بتاعتي بحب اسمع، سواء قديمه او جديده كده. تسمعها على طول ولا بتسمع بتغير كل فتره؟ لا بسمعها على طول، بس احب اغير. طيب لما شفت طه دسوقي، يعني هل هو قعد معاك، قضى مثلا ايام معاك، اتكلمتوا في ايه؟ يعني كان عايز يعرف منك ايه تحديدا؟ هو كان طه قبل يعني المسلسل بتاع حالة خاصة كده كان عنده زي فكرة ضعيفة عن التوحد، هو ما كانش عنده فكرة كويسة قوي عن التوحد،
يعني هو كان في مؤامرات كده، كان في ناس بيقولوا عليه، او هو كان بيقول ان هو يعني كان فاكر ان دي حاله وخلاص، ما كانش عارف ان في حاجه اسمها الطرف، او باللغه الانجليزيه يعني اسمها سبيكترم، وان طرف عشان يعني طيف، طيف قصدي أيوة. طيف زي مثلا يعني بالمعنى البسيط يعني اللي هو زي مسطره، أيوة. يعني في ناس عندهم 2 سنتي، في اتنين، في ناس تانية عندها 5 سنتي، وفي ناس اللي هي عندها 15 سنتي مثلا. تمام. طب انت يعني لما اتذاعت حاله خاصه وشفتها على بعض بقى كلها، شفت بقى نديم ابو سريع وشفت بقى الشخصيات اللي معاه، حسيت ان هو قريب جدا جدا من الناس فعلا اللي عندها توحد وخدم الحكايه دي؟ وانا بحس ان يعني المسلسل عامه مش الشخصيه نديم بس، يعني ادى بدور حلو ان هما بيدوا يعني مش مجرد انتاج فني كده بس، كتوعيه لحاجه موجوده، والناس يعني في ناس بتجهلها، او في ناس ما عندهمش فكره خالص عن موضوع التوحد ده. طبعا. فيعني المسلسل يعني ادى دور حلو ان هو كإنتاج فني، بس يعني الأهم إن هو يعني عمل دور مهم برضه، اللي هو يدي الرسالة إن في ناس اللي هم عندهم توحد، فإن الناس ما ينفعش يتجاهلوا الحالات دي أو يستهزئوا بالحالات دي. ايوه، لازم يشوفوها ويتعاملوا معاها ويعرفوا هي ايه الحاله دي. طيب انا عايزه اسالك على حاجه كانت في المسلسل، انت فاكر لما نديم في المسلسل كان بيتعلم ان هو يترافع قدام القاضي وهو ما عندوش زي ما انت بتقول الشخصيه الاجتماعيه او ان يترافع، بيقعد يجرب كتير جدا ويحفظ كتير جدا عشان يقدر يعمل انه يترافع قدام القاضي، هي دي برضو مثلا بتحصل لك انت دلوقتي بتشتغل بتبذل مجهود علشان يعني تقدر تبقى قد الحاجه تعيد وتزيد وده بيساعدك؟ هو يعني زي ما بيقولوا كده، التكرار المفروض بيعلم الشطار. صحيح. فهي يعني ساعات اللي انا بعمله ده بيختلف من مره للاخر، بس يعني بسابر، هي بتاخد وقت، بس يعني أي حاجة تستاهل وقت يعني تستاهل جهد. فيعني لو حاجة هعملها كتير وحاجة أنا حاببها، فالمهم إن أنا أصبر عليها وأكون صبور عشان أوصل للطب كده. طب آخر سؤال يا عبد الله، الحالة اللي كانت بينه وبين رام الله، يعني حالة المشاعر الجميلة وهو كان دايما يكرر الكلام شعرك حلو، لبسك حلو، أنت حلوة، ده لأنه حافظ ده ولا هي دي الكلمات اللي بيقدر يعبر بيها بس؟ هي المشكلة إن الناس اللي يعني هو بس شخصية نديم مش شخصية مرنة اجتماعية، ما بيعرفش تمام. إن هو يعني يبتكر كلمات من عنده كده، فاللي هو اللي موجود له هو اللي يرددها. فانت شايف انه نديم ما كانش مرن اجتماعيا لكن في شخصيات بالظبط عندها توحد اكتر مرونه، مظبوط؟ مظبوط، زي ما احنا قلنا هي الطيف، هي الدرجات، صح، يعني في مسطره. ناس مسطره، صح، في ناس بتبان، قصدي في ناس ما بتبانش قوي، وفي ناس بقى اللي هي بتبان قوي. بتبان قوي. طب اقول لك سر يا عبد الله بيني وبينك واحنا على الهوا كده، تمام. يعني زميلي اللي في الإعداد رئيس التحرير مصطفى حمدي، عارف قال لي إيه دلوقتي وأنا بكلمك؟ قال لي قولي له أسئلة مباشرة علشان بس يستوعبك، بس أنا الحقيقة هرد على مصطفى وأقول له معلش عبد الله فاهم كل اللي أنا بقوله، صح ولا لأ يا عبد الله؟ صح كلامك، يعني إذن أنت عندك مرونة اجتماعية كبيرة أكتر من نديم، صح؟ صح صح يعني انت فاهم كل اسئلتي، ما في يعني حتى اللي انا كنت بلف فيها كنت بتلف معايا، يعني فاهم كل اسئلتي. يعني كلام تمام. واضح زي الشمس. طيب انا بقى هسالك عنك انت يا عبد الله، انت بتشتغل في الميديا وبتشتغل في منصه قويه وبتعمل بروموهات لبرامج ومسلسلات وشخصيات، يعني واضح ان انت كمان مبدع لان هم الحقيقه يعني فرحانين بيك وبيقولوا عليك مبدع. التنوع الكبير اللي انت بتشوفه في الاعمال الدراميه ده مع شخصيتك،
أفادك قد إيه؟ المسلسلات الدرامية يعني؟ لا يعني أنت بتشتغل على المنصة زي مونتير وبتعمل حاجات كتير مختلفة، فأكيد بتشتغل على أعمال كتير مختلفة، صح ولا لا؟ صح، هو أنا بس لسه في فترة التمرين، بس يعني التمرين. أنا عامل يعني تأثير جامد يعني في المكان، يعني مش مكان شغل عامة، كان الناس برضو، والفضل يعني يرجع لشروات برضو علشان هي دخلتني في المكان. شروات دي عاملة زي عم جميل؟ ممكن تقولي كده. ممكن تكون هي يعني زي عم جميل. طيب هل انت في حياتك عم جميل؟ يعني الشخصيات اللي هي جنبك اللي بتتأثر بكلامهم، مين الناس اللي بتتأثر بكلامهم؟ حد في البيت؟ صديق؟ حد في العيلة؟ والله الكل، بس الكل. يعني اولهم اكيد مامتي وقرايبي وصحابي في الشغل. يعني الصراحة ما حسيتش ان انا هعرف ان انا اوصل في حتة كده من غيرهم، يعني من غير مساعدتهم ليا وكده. شفت طه دسوقي بعد إذاعة المسلسل؟ تقابلته؟ شفته، شفته. طب وقلت له ايه؟ قلت له ان شكرا ان انت يعني شفت في حاجة حلوة كده، مع ان انا ما شفتهاش في نفسي، وان انت اخترتني انا علشان انا اشتغل معاك، وان هي تجربة يعني فريدة من نوعها صراحة كده، ومبسوط ان انا بعناية يعني مش مجرد من خلال الشاشة ان انا اشوف شخص موهوب في التمثيل كده زي طه دسوقي كده بيشتغل. على فكرة انتوا حتى قريبين من بعض في الطول، هل هو برضو اول ما شافك طريقة لبسك وضعك للسماعة حسيت انه قلدك في حاجات؟ قلدك. حسيت ان انا اديت له الهام كده في ان هو ياخد مني حاجات كده، فده يعني ده لما اتفرجت على المسلسل حسيت ان انا انبسطت اكتر، ان هو يعني خد مني حاجات كده. طب بص، انتوا هنا في مشهد، هنا انتوا من الاثنين بتحضنوا بعض، مشهد كده انا شايفاه دلوقتي بتسلموا على بعض، رغم انه يعني نديم في المسلسل ما كانش بيحب حد يقرب له، ده برضو زي ما انت فهمتني كده يا عبد الله شخصيات وشخصيات. هو في الطيف او المسطره في ناس اللي عندهم توحد ما بيحبوش اللمس، وفي ناس اللي هم ممكن تحضنهم عادي. اللي في الكليب بس انا كنت زي مش عارف ان انا اكلم طه بالظبط، كنت يعني خجول قوي في الكليب ده. ايوه، فاللي هو ما عرفتش ان انا اكون على طبيعتي، يعني حسيت ان انا كنت متجمد كده في الفيديو نفسه. بقى بس انت قبلت ان هو يحضنك ويسلم عليك، يعني كده في كده كان حاله لطيفه ما بينكم يعني. حاله لطيفه يحسسك ان هو زي عامل زي اخوك الكبير كده. اكيد. عبد الله انا اتشرفت جدا بيك، وعايزه اقول لك ان احنا استمتعنا جدا بالمسلسل، وزي ما انت قلت بالظبط كانت فرصه هايله لكل اللي ما يعرفش عن التوحد انه يعرف، ويعرف زي ما انت كمان قلت لنا انه انواع، وان هم موجودين في مجتمعنا، وان احنا نقدر نتعامل معاهم ببساطه، وهم كمان يتعاملوا باندماج رائع، وتبقى الحياه لطيفه، وده دور الدراما ان هي قدرت الحقيقه تعمل الحكايه دي. فهمت بقى كل الكلام اللي انا قلته ده؟ انا فاهم. انت هايل يا عبد الله. انا بشكرك يا عبد الله، بشكرك جدا. وعبد الله اشرف ملهم شخصيه نديم احمد ابو سريع. بشكرك يا عبد الله، وان شاء الله نلتقي دايما في اوقات تانية ويشوف نجاح ليك باذن الله. حاولنا كده النهارده ان احنا نروح ونيجي معاكم في الدراما، زي ما قلنا شفتوا قد ايه الدراما بتبقى مؤثره، مؤثرة بشكل كبير، تفتح موضوع، تلمس على موضوع، تفتح عينك على يعني ناس موجودين معانا في المجتمع ما نعرفش عنهم كتير، فممكن نتعامل معاهم بطريقة أفضل، تخلينا كمان إحنا متواصلين مع بعض أفضل وأفضل. ده دور الدراما. الحقيقة بنشكر المتحدة لأنها بتختار بعناية شديدة اللي تقدمه للمشاهد المصري، لأنه المشاهد المصري مش أي مشاهد، ده متربي على الفن
ومتربي على الفكر، فلازم يكون في اجتهاد في تقديم كل حاجة. ناخد فاصل سريع ونرجع نكمل إن شاء الله باقي أخبارنا وفقراتنا بإذن الله. فاصل سريع ونعود لحضراتكم بإذن الله. تفضل. تيجوا نروح الإسماعيلية شوية. الإسماعيلية على فكرة بلد بديعة بديعة، طول عمرها جميلة وحدائقها وجمالها، عشان كده لما بيكون في هناك مهرجان موجود في الإسماعيلية بيبقى كمان متماشي مع طبيعتها الجميلة. أعلنت إدارة مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة عن بوستر الدورة رقم 25، بيرأسها الناقد السينمائي عصام زكريا، والمقرر إقامة الدورة دي في الفترة ما بين 28 فبراير حتى 5 مارس. ده البوستر اللي موجود على الشاشة، هو ده البوستر تماما زي ما انتم شايفينه، وكأن الاثنين دول وشوش. ده طبعا ده شريط السينما، يعني شريطين للسينما، وده الشكل القديم القديم للسينما، شكلها حلوة معبر، وطبعا هي من تصميم الفنان التشكيلي الكبير أحمد اللباد، واللي أوضح أن تصميم البوستر مستوحى من ملامح متعددة، بداية بفكرة العرض السينمائي زي ما شفنا، الأجواء الظلام الملهم للإضاءات اللي بتبقى موجودة في عرض الأفلام، وأيضا أجهزة العرض. ناخد بقى تفاصيل، خصوصا أنه الناقد السينمائي عصام زكريا هو رئيس المهرجان. نرحب بيك كده وناخد تفاصيل. مساء الخير يا استاذ عصام. مساء الخير يا فندم، اهلا بك. يعني ان شاء الله تكون دوره موفقه باذن الله. كلمني عن الملامح بتاعتها. احنا طبعا دي مبدئيا كده الدوره ال 25، يعني الهويل الفضي. صحيح المهرجان عمره اكثر من 25 سنه، يعني هو بدا في بداية الثانيات، لكن توقف بعض السنوات فمش كل سنة أقيمت فيها الدورة، لكن هو عمره أكثر من 30 سنة، ولكن هذه هي الدورة ال 25، ففي احتفالية طبعا كبيرة طبعا بمناسبة مرور 25 سنة، فيها برنامج مميز بالاضافه طبعا للبرامج المعتاده او للاقسام المعتاده اللي هي يعني المسابقات الاربعه. عندنا اربع مسابقات للتسجيل الطويل والتسجيل القصير والروائي القصير والتحريك. تمام. وبتبقى طبعا يعني الموضوعات متنوعه ومختلفه. طب هل مثلا في مثلا يعني عايزين نقول موضوع مثلا انتوا بتحرصوا ان هو يبقى موجود في ندوات؟ يعني كلمني عن طبعًا الملامح نفسها في الدوره بتبقى طبعًا ايه؟ طبعا احنا في طبعا برامج اخرى، يعني بالاضافه للاربع مسابقات، في مسابقه الطلبه اللي احنا طبعًا انشاناها من عده سنوات، في مسابقه للطلبه المصريين من كل الجامعات والمعاهد الخاصه او الرسميه. ده بالنسبه للمسابقات. طبعا البرنامج الخاص اللي هو هيبقى فيه احتفاليه، عندنا 25 فيلم من العالم، من اهم الافلام اللي اتعملت في ال 25 سنه اللي فاتت على مستوى العالم. ده البرنامج الاول. يعني عندنا برضو احتفال زي ما اشرت حضرتك في البوستر، انه في احتفال بفن السينما القديم، يعني فاحنا بنحيي النوستالجيا يعني او الحنين ليه. هل ده سبب انه ده يبقى الشكل الرئيسي للبوستر علشان يعني احد الاسباب؟ وفي برنامج الحقيقه برضو هيكون عندنا عن دور العرض القديمه وعن السينما القديمه، يعني اللي هي دلوقتي بتختفي وبتتلاشى لصالح اشكال عرض حديثه، يعني لكن يظل لقاعات السينما القديمه والآلة العرض القديمه طبعًا سحرها طبعا. فاحنا بنحاول ان احنا يعني نشير الى هذا الموضوع، يعني او هذا الحنين اللي موجود لشكل السينما القديم في برنامج خاص. عندنا ورش بيقيمها الورش بتشتغل عالميين تمام عالميين، وبالاضافه للورش برضو اللي بنقيمها كل سنة داخل الإسماعيلية للأطفال. عندنا ورشة لذوي الهمم، عندنا برضو ورشة بالإضافة لورش برضو
الشباب الصغيرين من صناع الافلام في السيناريو وفي الاخراج وسائل العناصر الفنيه. المسابقه الرسميه بتبقى يعني لها شروط ايه؟ يعني هي هو مهرجان دولي بالاساس طبعا طبعا. يعني اول معيار عندنا بيبقى الجوده طبعا الفنيه، ثم الجوده الفنيه، ثم الجوده الفنيه، يعني دول اول كده ايه ثلاث طبعا معايير. لكن بعد الجوده الفنيه بنبتدي يبقى في معايير ثانيه خاصه بالمهرجان، يعني خاصه بالمهرجان او اي مهرجان. هل بيتم اشتراط زي مهرجانات السينما الروائيه، انه ما يبقاش مثلا تم مشاركته في مهرجانات اخرى؟ تبقى دي اول مشاركه. السنه اللي فاتت لازم يبقى انتاج السنه اللي فاتت ما يكونش تم عرضه في مصر. تمام. بس تمام، ما يكونش تم عرضه في مصر. يكون ده العرض الاول داخل المهرجان، داخل مصر كلها. بجانب ده بقى بنبتدي نشوف ايه التنوع في الافكار، التنوع في الاساليب، التنوع في الموضوعات، التنوع الجغرافي. لازم يبقى عندنا من كل القارات ومن اكثر عدد من البلاد الممكن، يعني فهنا بقى ايه بنبتدي نفاضل، يعني مثلا ما يبقاش في ثلاث اربع افلام من بلد واحده طبعا، يعني يبقى في مشاركات اكتر، يبقى في مشاركات اكتر من اكتر عدد من البلاد، من اكتر عدد من القارات. بالاضافه للتنوع بقى ما يبقاش برضو كل الافلام يعني موضوع واحد مثلا، موضوع واحد. ايوه لازم يكون في تنوع في الموضوعات مثلا في التحريك مثلا. احنا عندنا التحريك ده بحر كبير طبعا، في الصلصال وفي العرايس وفي الرسوم وفي 3D، ويعني في اشكال كثيره طبعا. فبرضه المفروض يبقى في تنوع داخل مسابقه التحريك في الاساليب بتاعتنا، تنوع في الافكار والموضوعات اكيد. نتمنى التوفيق باذن الله. المهرجان يبدا 28 فبراير وينتهي 5 مارس ان شاء الله. كل التوفيق. الناقد السينمائي عصام زكريا رئيس المهرجان المقبل باذن الله، مهرجان الاسماعيليه للافلام التسجيليه والقصيره. كل التوفيق لكم باذن الله. ما زال عندي فقرات إن شاء الله تستمتعوا بيها، خليكم معانا، هنكمل بعد فاصل قصير. خليني أقول لحضراتكم كده سر وإحنا بنقدم الفقرة دي. قبل الأزمة الخاصة ب يعني اتحاد الكرة، شفت كده الغلاف وشفت الكتاب بتاع أزمة الكرة المصرية في 5 شارع الجبلية، الكتاب للزميل والكاتب عمر البنوني. عمر الحقيقه لما نزل ده انا قلت والله ده اكيد حاجه لطيفه، وكانت بقى بدات الماتشات يعني جاي في توقيته، لكن ما كنتش عارفه انه هيبقى توقيت التوقيت ان احنا نتكلم كمان عن الاتحاد المصري لكره القدم بالتفصيل، من اول اتحاد مصري لكره القدم لحد اللي احنا فيه. لكن وانا كده ببص على يعني ايه، الاقي الموضوعات وكانه يعني قرأ اللي هيحصل، يعني لما يقول ايه جمود وعوده، يعني كانه كان قاعد مع الناس، لما يقول شباب عالمي واضطراب اداري، او انت تقول هو طول الوقت كان كده ولا ايه، او مثلا انك تقف عند يعني، وهنا الكاتب ايه عصر البطولات اللي هي وقفت بقى بعد 7 سنين بالذات في كاس الامم الافريقيه، نكسه كرويه وعوده الى كاس العالم، كان نفس الحاجات اللي احنا شايفينها. انا هتوقف عن ان انا اشوف ايه اللي بيحصل ونقرا الكتاب سويا مع الكاتب عمر البنوني وهو يعني ضيفي في 9. كابتن عمر مساء الخير. مساء النور. البنوبي بالظبط، كل مره بنتلخبط فما فيهاش مشكله. يعني من حقي اتلخبط، ناس تلخبط في اسمي انا شخصيا. لا البنوبي براحتك استاذ شفقي. طيب عمر، انت كنت متوقع الازمه اللي يعني انت بادئ الكتاب ازمه الكره المصريه، يعني انت كنت متوقع يعني هذه الازمه؟ كنت متوقعها لكن ما كنتش اتمناها. يعني الكتاب طبعا خلص بدري قبل امم صحيح. افريقيا بكتير، واعلن عنه قبلها، لكن اللي يقرا تاريخ الكره المصريه وتاريخ اتحاد الكره المصري تحديدا اللي هو موضوع الكتاب يكتشف ان احنا بنلف في نفس الدايره من 100 سنه. الموضوعات اللي انت عاملها
كلها هي نفس اللي احنا فيه، تنطبق يعني على اللي احنا فيه. طب ايه اللي بيحصل؟ ما تقولي الازمه بدا، يعني الازمه تكررت كتير قوي. فاذا عمرنا ما حلينا حاجه ولا ايه؟ كسفت من نفسنا دلوقتي؟ لا، هي احنا لازم نواجه نفسنا دايما ونقرا تاريخنا كويس. التاريخ الاداري لكره القدم المصريه، يمكن اتحاد الكره المصري تاسس سنه 21، يعني عمره اكتر من 100 سنه. وبالتالي كان لازم قبل ما ناخد قرارات في الاتحاد الكره في الخمس ست سنين اللي فاتوا مثلا، او في العشر سنين الاخيره تحديدا من بعد 2010 اخر بطوله افريقيه اخذناها، ان احنا نبص على التاريخ ونقراه كويس ونشوف القرارات اللي اخذها اتحاد الكره المصري في المواقف المشابهه وانعكاسها على المستوى الفني للكوره ايه. لانه الكوره مش بس المواهب، لانه مصر ما عندهاش مشكله في المواهب ابدا. صحيح. لما تبتدي تقرا التاريخ، احنا خرجنا اول موهبه احترفت في انجلترا من سنه 1911، برضو من اكتر من 100 سنه. ايوه، حسين حجازي. ايوه، وحسين حجازي اتعمل عنه كتاب عن حسين حجازي في انجلترا، فانه يتكتب كتاب عن لعيب مصري من اكتر من 100 سنه كان في انجلترا، فده معناه ان الموهبه كانت طاغيه جدا. وبالتالي مصر الشعب الكبير ده والأمة العريقة في كرة القدم تستحق أفضل من كده، تستحق أفضل من كده، وما عندهاش أزمة في المواهب. إحنا عمرنا كبلد ما كان عندنا أزمة في المواهب في أي مجال، مش بس الكرة. عندنا أزمة في الإدارة، عندنا أزمة في إدارة المواهب دي وإزاي نطورها عشان نستفيد منها ويحصل نوع من الاستدامة. إحنا دايما بنتكلم بمصطلح الاستدامة ده في آخر 15 سنة في كل المجالات. طب الاستدامة في الكرة مش موجودة ليه؟ تقرأ التاريخ تكتشف إن إحنا الأزمة بدأت عندنا من الأول في التعامل مع النتائج، إن إحنا ما بنبصش للتطور الفني اللي عندنا وتنمية المواهب، لكن بنبص للنتائج. لو خسرنا مباراة نحس إن الدنيا تهدت، هي الدنيا ما تهدتش. صح. لو كسبنا بطولة بنحس إن إحنا خلاص لا ننسى كل حاجة، ممكن نكون كسبنا بس ما إحناش كويسين. بالظبط. ممكن تكسب مباراة تنسى كل مشاكلك. أيوه. وإنت خلاص أنا كسبت ماتش. ودايما ده مبدأ أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة على اختلاف المجالس في آخر 50 سنة على الأقل، يقول لك المكسب بيجيب مكسب والناس هتنسى. وبالتالي اكسب والدنيا هتمشي. فده مش مبدأ يعمل استدامة في تطور كرة القدم المصرية. الكرة إيه؟ الكرة الموهبة، اللعيب من هو صغير لحد ما بيكبر، إدارة للموهبة دي، مدرب مؤهل يطور اللاعب ده وينمي موهبته، والمشاركة في المنافسات بقى، والدعم الجماهيري مع الدعم الإداري. ده الكرة باختصار يعني. ده اللي بيحصل. بالظبط. طيب لكن أنا عايزة أمشي معاك من خلال الكتاب حتى كمان الناس تستفيد. خليني كده يعني مثلا أسألك، أنت هنا كاتب برضو ما بين التأسيس وذاكر يعني حسين حجازي والثورة وكرة القدم، ولكن جيت مثلا عند الفصل السادس وقلت عهد جديد نحو إفريقيا وأوروبا الشرقية. دي كانت أول البداية وإحنا رايحين لإفريقيا؟ دي كانت بداية أنه اتحاد الكرة المصري وكوادره هم اللي أسسوا الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. إفريقيا ما كانش عندها صوت على المستوى العالمي. مصر هو أول، يعني اتحاد الكرة المصري أول اتحاد إفريقي وعربي ينال عضوية الفيفا من 100 سنة، من يعني النهاردة 101 سنة. إحنا أعضاء في الفيفا من 101 سنة، من سنة 23. من 101 سنة. من سنة 23، 1923. والاتحاد المصري لكرة القدم نال عضوية الفيفا. وبالتالي في الوقت احنا زي مين في الوقت ده؟ مفيش حد زينا. احنا كان وقتها مثلا اسبانيا مئوية المنتخب الاسباني هي مئوية المنتخب المصري. مصر بتلعب كوره رسمي الدوري الاسباني المنتخب الريال والبارسا المنتخب. يعني احنا لعبنا اول مره منتخب مصر يظهر على الساحه العالميه بشكل فعلي كان في دوره انتورب الاولمبيه سنه 1920. في نفس السنه كان الاتحاد الاسباني 1920، والاتحاد الاسباني كان في نفس الوقت مئويه الاتحاد الاسباني، فبالتالي مئويه المنتخب الاسباني. فبالتالي احنا منتخبنا بيلعب كوره من فتره بس طويلة. شوف اسبانيا فين جداً. واحنا فين؟ يعني مش بالضروره نبقى زيها بس نبقى يعني قريبين شويه. بالظبط. وعلى فكره هو ده موضوع الكتاب، ان احنا بدانا من زمان قوي. طب احنا ليه ما وصلناش للي الناس وصلت له اللي بداوا معانا؟ مشكلتنا كانت فين؟ اللي حصل لنا مشكلتنا ان احنا ابتدينا تاسيس مرحله التمصير الاول، لان كان وقتها في احتلال انجليزي. طبعا المصريين وطنيين وعايزين يديروا شؤون الكره المصريه بنفسهم، فتاسس الاتحاد المصري لكره القدم سنه 21، وبقى هو اللي بيدير الكره في مصر يعني بعدها بسنه على طول. بالظبط. بعد تاسيس اول منتخب ومشاركته.
من بعدها ابتدينا نشكل الشكل الاداري للكره المصريه. كان الاتحاد برئاسه جعفر ولي باشا، وكان حسين حجازي وقتها موجود لانه هو الوحيد اللي كان لعب في انجلترا في هذا التوقيت. أيوة. وبقى عنده خبرات في اداره الكوره بره شكلها عامل ازاي. من بعدها ابتدينا نتكلم في مدرب اجنبي. اول مره يبقى عندنا مدرب اجنبي، جالنا مدرب اسمه سنة كام؟ سنه 1928 كان عندنا مدرب اجنبي. كان من اي بلد؟ كان انجليزي اسكتلندي، يعني اسكتلندي هو بريطاني. كان من اسكتلندا، اسمه جيمس ماكراي، وده اللي قاد المنتخب المصري في الاولمبياد في 28 في امستردام. وبالمناسبه في الوقت ده مندوب الاتحاد المصري صوت على تاسيس بطوله كاس العالم على هامش اولمبياد 28، وبالتالي احنا لنا دور من زمان يا جماعه، لنا دور كمان في كاس العالم. بطوله كاس العالم مصر صوتت على تأسيس بطولة كأس العالم، وتم دعوة المنتخب المصري للمشاركة في أول نسخة من كأس العالم. لكن بعد كده لما جالنا جيمس ماكراي كان بدأ هنا أول ظهرت أول مشكلة في الكرة المصرية. إنه اتحاد الكرة كان هو اللي عاوز يختار اللاعبين، وكان بيعمل كده، هو اللي بيختار اللعيبة اللي هتلعب في المنتخب، الأعضاء الإداريين والمدير الفني كانوا بيسموه، أو المدرب وقتها اللي هو جيمس ماكراي كانوا بيسموه الممرن ترينر. مجرد إن هو إحنا هنجيب لك اللعيبة وأنت إحنا هنجيب لك اللعيبة وأنت اللي تدربهم، بس احنا اللي نختار بالظبط. وقتها هو عمل طبعا ده كان بيعمل مشكله من البدايه. هنا بدات المشاكل، يعني وقتها حتى هو عمل انترفيو في جريده المصور واتكلم، قال المصريين لازم يعرفوا ان كره القدم او ده كان سنه كام؟ سنه 28 برضو، انه اختيار اللاعبين هو مسؤوليه المدرب. لانه كانوا مسافرين يلعبوا اولمبياد امستردام، دوره الالعاب الاولمبيه في امستردام، وكان برضو اتحاد الكوره عايز، كان اتحاد الكوره هو اللي بيختار اللعيبه ويقول له انت مرنهم بس، لكن احنا اللي هنجيبهم. يعني وكان الاجداد والابناء والاحفاد يعني بيقدموا نفس الشيء بالظبط. هو وقتها اتكلم عن النظام الغذائي، ان لازم اللعيبه تتبع نظام غذائي، يبقى في تمرينات بدنيه، يبقى لهم مواعيد، وانه معسكرات بمعسكرات، وانه المدرب هو اللي يختار اللاعبين مش اعضاء اتحاد الكوره. هو قال كده وعمل ده حديث في المصور. ماذا حدث بعد ذلك؟ اتلمت في قعده عرب. ولا كان حصل بينه خلاف وبين رياض افندي شوقي وفؤاد باشا، فؤاد بك اباظه لم الموضوع واتصالحوا قبل السفر. ونحن الاحفاد بنعمل نفس الشيء نفس الطريقه. طيب انت جيت هنا مثلا في الفصل الثامن قلت جمود وعوده. الجمود كان في ايه والعوده كانت في ايه؟ الجمود ده كان وفقا للاحداث السياسيه في الوقت ده، انه حرب اكتوبر لما من بعد 67 ولحد حرب اكتوبر كانت الكوره وقفت في الوقت ده. طب احنا بقى من 28 لحد الستينات وضعنا كان عامل ازاي؟ كنا ماشيين بخطى بطيئه شويه لكن كنا بنطلع لقدام. بمعنى انه بعد اولمبياد 28 بعد كده انت لعبت كمان 34، وبعد كده انت يعني لعبت كاس العالم 34، خلاص تصفيات كانت مباراتين بس، ورحت كاس العالم كانت بنظام خروج المغلوب مباشره، فاتغلبنا وخرجنا، لكن رحنا كاس العالم كان نفس المدرب جيمس ماكراي. وقتها ابتدى احتراف اللاعبين المصريين في اوروبا، يعني محمد لطيف لعب في سلتك، وكان في مجموعه من اللاعبين لعبوا في فرنسا، اسماعيل رأفت، كابتن لطيف. طبعا كابتن لطيف الله يرحمه. وبعد كده ابتدت الكوره الى حد ما تتطور في مصر، لكن جت الحرب العالميه وقفت الكوره ثم وبعد كده طبعا التغيرات في الاتحاد المصري لكره القدم. ركزنا على حكايه تاسيس الدوري المصري. الدوري المصري بدا كان سنه كام؟ 48. موسم 48 49. وبرضو عندنا اخفاق فيه. لا بس بالمناسبه كان، بس كان قوي في البدايه. بمناسبه الموضوع ده، انه الدوري المصري المقترح بتاع تاسيسه اتقدم لاتحاد الكوره من سنه 38، قعدوا 10 سنين علشان ينفذوه. محمود بدر الدين، محمود بدر الدين قدم المقترح سنه 38 لحد 48، اتنفذ سنه 48. 10 سنين بيدرسوا بالظبط. ولما بدا كانت بتبتدي تظهر بقى مع اول تجربه، تظهر الديفوهات بقى في عندك مشكله في اللوائح، احنا مش عارفين لو الفرق اتساوت في النقط هنعمل ايه، وحصل بعض الامور بسبب الكلام ده. كل ده موجود بقى بالتفصيل في الكتاب، لحد ما بدانا حتى حسين حجازي اسطوره الكره المصريه في هذا التوقيت الموسم الثاني للدوري عمل تقرير فني، لانه كان منصبه هو المراقب الفني لكره القدم في وزاره الشؤون الاجتماعيه في هذا التوقيت سنه 49. ولما عمل التقرير الفني بتاعه بالمناسبه ينطبق المشاكل اللي رصدها وملاحظاته على الدوري المصري تنطبق على الدوري المصري النهارده، يعني منها مثلا اسلوب الفني للعب، الشكل الفني بتاع الفرق، نلعب ازاي، تاسيس الناشئين، تدي فرصه للناشئين انهم يظهروا، مواعيد المباريات، هو عاوز انه المباريات بتاعه الفريق الاول الكبار تكون في ميعاد مختلف عن فرق الناشئين، ما يلعبوش هما الاثنين في نفس التوقيت عشان الناشئين يتفرجوا على الكبار يتعلموا منهم. يبقى ده يتعلم، انه لابد ان الكره تنتشر بره القاهره واسكندريه ومدن القناه. لازم تروح الاقاليم ولازم تروح الصعيد. الملاحظه دي من سنه 49، موسم 49 50 بيتكلموا فيها بالظبط. فكره انضباط اللوائح،
كل الملاحظات دي كمان هو اتكلم فيها، اتكلم عن فكرة ان اللعيبة محتاجة تحافظ على نفسها فيما يخص السهر والنوم بدري والالتزام في التدريبات، كل الكلام ده بالظبط بيتكلم فيه من سنة 49. لكن بدأنا الدوري وبقى عندنا مسابقة الدوري، توقفت في بعض السنوات، لكن في النهاية الدوري بتاعك كان فيه أندية شعبية كتير جدا في التوقيت ده. ورغم أنه على فكرة تاريخيا احنا الأندية اللي أسست اتحاد الكرة المصري فيها كل نوعيات الأندية اللي موجودة لحد النهاردة، يعني هتلاقيها أندية يعني أسبانيا اللي بدأت معانا 1920 كمنتخب الدوري بتاعها اتأسس بعدها على طول، بعدها بفترة بسيطة بالظبط، ومكمل لحد دلوقتي باللي احنا شايفينه لحد دلوقتي بالظبط. طيب أنا هرجع وأقول لك إيه أكتر فترة احنا كنا زي كتاب ما بيقول إلى حد ما في اتحاد كرة القدم، وكان ممكن نكمل بس ما كملناش. إيه أحسن فترة؟ احنا كان عندنا فترات كتير كويس، تظل الفترة الأفضل هي فترة كابتن سمير زاهر الله يرحمه من 2005 لحد 2012، انه حققنا فيها 3 بطولات افريقيه متتاليه. من قبلها كان عندنا كابتن سمير كان له فتره برضو جاب فيها بطوله افريقيا كمان غير الثالثه دي 98. رحنا كاس القارات، بقى عندنا اجيال بتشارك في كاس العالم للناشئين سنه 97، كاس العالم للشباب وخدنا برونزيه سنه 2001 مع اللي هو حرب الدهشوري ربنا يديله الصحه كان رئيس الاتحاد، وبعد كده رحنا كاس العالم للشباب مرتين. فبالتالي هذا التواصل هو اللي بيعمل الاجيال اللي بتخليك تستفيد. نقدر نقول كان احسن وقت، فتره كانت كويسه جدا لانه كان في تواصل وكان في استقرار داخل اتحاد الكره المصري. احنا دايما عندنا طفرات، لكن عدم استقرار الشكل الاداري لاتحاد الكره المصري وعدم استقرار مجالس الادارات في فترات معينه يعني اجهض حلم اجيال من اللعيبه المميزين جدا ان هم يكملوا في المنتخبات. زي مثلا سنه 81 اول مره مصر تشارك في كاس العالم للشباب، عملت نتائج هايله قدام المانيا الغربيه وقدام انجلترا وعملت نتائج كبيره جدا قدام اسبانيا كمان. وقتها كان مدرب كابتن هاني مصطفى الله يرحمه، كان رئيس الاتحاد اللي هو مصطفى علواني اللي هو ابو الدكتور عمرو علواني وجد الدكتوره رانيا علواني. هو كان لعيب سابق في النادي الاهلي، قعد سنه واحده منتخب الشباب عمل نتائج كويسه جدا، لكن الاتحاد نفسه اتغير. يجي اتحاد جديد. ما هي فكره احنا عندنا فكره الكره، فكره كل حاجه. المسؤول موجود، نجح مشي، نغير كل افكاره وكل حاجه ونبدا من الصفر. احنا مش محتاجين نبدا من الصفر، احنا مشكلتنا اللي حضرتك قلتيها احنا ما بنكملش الرساله خالص. احنا دايما في مجلس موجود، المجلس ده مشي ايا كان سبب مشيانه ايه، انتهت فترته او جه مجلس جديد او تم او استقاله او ايا كان، اللي يجي يقول احنا نبدا من اول وجديد. يا جماعه طب ما احنا عندنا، وننسى لو في انجاز من اللي قبله ننساه، وما بنفكرش ان احنا نحافظ بقى على الاجيال بالذات الاجيال السن الصغير، لان الكوره بتحتاج ان انت تاسس ناشئين كويسين وقبلها يكون في مدربين مؤهلين علشان يعملوا ده. كل ده له تفاصيل كتير بقى، تفاصيل كتيره جدا. لازم تعيد هيكله اتحاد الكوره، مجلس اداره يبقى مستقر، المجلس ده بيبقى فيه اداره فنيه اللي هو التكنيكال دايركتور زي ما بيقولوا عليه في اوروبا. التكنيكال دايركتور ده بيحط لك فلسفه وهويه لكره القدم، انت هتاسس ناشئينك ازاي وازاي هتعمل امتداد بقى وتعمل تواصل اجيال لحد ما يبقى عندك اجيال بتسلم بعض في المنتخب. انا حاسه ان انت هتعمل جزء تاني وثالث من الكتاب ده، واحنا برضو ده مش هيحصل. طيب خليني ارجع واقول احنا دايما عندنا مشكله المدرب، يعني مشكلة المدرب في اتحاد الكورة في أهالينا بتوع 5 شارع الجبلية مشكلة. هل هي مشكلة يعني طبعا أكيد الفلوس، لأن المدربين دلوقتي سلعة وموجودة في العالم وكل واحد بيعلي سعره لأنه في دول بتدفع مبالغ كبيرة، بس هل مشكلتنا في الفلوس ولا مشكلتنا كمان في الاختيار؟ لا احنا والتعامل. مشكلتنا في الاختيار وإدارة الاختيار في التعامل مش مع الفلوس أبدا، لأنه احنا كان عندنا كابتن محمود الجوهري الله يرحمه، واحد من اعظم المدربين في تاريخ افريقيا والمنطقه العربيه. حتى في جزء التخطيط كان بيعمل، كان شبهنا وزينا ومننا وعلى فكره هو ده اللي حصل دلوقتي، انه كابتن حسام حسن، كابتن ابراهيم حسن، ده صوت الشارع. ده صوت زي كابتن حسن شحاته، زي كابتن حسن شحاته، كابتن محمود الجوهري، كابتن عبد الصالح الوحش الله يرحمه، صوت الشارع. الشارع المصري دايما بيبقى ميال لبعض النجوم اللي هو شاف فيهم الحميه والحماس وان هم ادوا لمنتخب مصر وحققوا معانا. بس هل انا يعني خليني انا كده اتكلم ايه بشكل حيادي، هل انا كاتحاد كوره مفروض ان انا ابقى ملم بالعلم بالخبره بالمهنيه بالعالم، اخد بالخبره والمهنيه والعالم، ولا اخد بحس الشارع؟ في نقطتين، ما اقدرش اغفل ابدا رغبه الشارع ورغبه الجمهور.
لان انا لازم احترم الجمهور لانه انا بشتغل علشان الجمهور. لكن في نقطه مهمه، انا المفترض لما اجي اختار مدير فني سواء اجنبي او مصري، لانه انا بالنسبه لي ما بفرقش عشان اجماعه، لان الجمهور متابع، فالاجماع ده بيبقى مهم. الجمهور حس ان المدرب الاجنبي اللي جبناه ودفعنا له اكبر عقد في تاريخ افريقيا اللي هو فيتوريا ما كانش على يعني حتى ادنى مستوى طموحات للجمهور وقتها. فلجأ الى ابن البلد مين؟ كابتن حسام حسن، هو اللي موجود دلوقتي. بس هذه الكرة تم تكريرها اكتر من مرة. احنا برضو لما جبنا حسن شحاتة كان برضو وراء ازمة زي دي، يعني احنا طول تردالي. الوقت عندنا هذه الازمات. طب ليه يعني هل من الافضل يعني من كتر ما انت بحثت وكتبت ان احنا ننسى موضوع الاجنبي؟ ما هو برضو كابتن حسام حسن ده مؤقت، ننساه لفترة، ولا احنا نركز ونصنع احنا ايضا مدربا مصريا قويا؟ هنا مربط الفرس. انا بالنسبه لي ما بقيمش المدرب اجنبي او محلي. انا بقيم المدرب، مدرب كويس ولا مدرب لا مش كويس. مدرب مناسب لهويه الكره المصريه وفلسفه الكره المصريه والمطلوب منه في المرحله اللي جايه ولا لا. وبالتالي المفروض امشي في اتجاهين. الاتجاه الاول ان انا جبت مثلا كابتن حسام حسن دلوقتي، فهو مطلوب منه انه هيقود منتخب مصر في تصفيات كاس العالم اللي جايه. هو ادرى بالدوري وباللعيبه وهو موجود بيدرب من 2006 وشايف، وعارف الجداول وعارف النفسيات وعارف كل حاجه، وعارف ان الدوري عندنا مش منتظم والجمهور وكل حاجه. لكن الاهم والنقطه الاهم لازم يبقى عندي، واللي هو دلوقتي الكابتن علاء نبيل تولى منصب المدير الفني لاتحاد الكره، لازم يبقى عندي هويه لكره القدم المصريه، عشان لما اختار مدرب المدرب ده مفروض يطبق لي الفلسفه بتاعتي. طب احنا اذا كنا بدانا اتحاد كره القدم 1920، احنا في 2024 لسه ما عندناش هويه. للاسف احنا لسه ما عندناش هويه للكره المصريه، دايما بنعتمد على مشروع الفرد. بالنسبه لنا صفر، احنا لم نستفد منه شيء، ما استفدناش منه دي حقيقه. لكن احنا بنعتمد على ايه؟ الشخصيه زي كابتن محمود الجوهري لما جه هو اللي صنع الهويه اللي هيشتغل بيها، وهو اللي خطط، وهو اللي نفذ وقاد، علشان احنا ما بنحبش يعني تحسي انه مثلا يعني كابتن محمود الجوهري تمت اقالته كام مره؟ 3 مرات. صحيح. تولى 4 مرات منتخب مصر، صعد كاس عالم وخد امم افريقيا وخد بطوله العرب، خد كل حاجه، وبرده كنا بكل شويه نشيله لانه مش على هوا مثلا مجلس اداره في وقت من الاوقات لاتحاد الكوره. لازم نتخلى عن ده. لازم نمشي بمنهج علمي بفلسفه فنيه. يبقى في اطار فني، ومهما غيرت مجالس اتحاد كره القدم واعضائه دي بقى فقره مهمه كمان. هل الاعضاء يعني هل مين افضل اعضاء اخذوا الاتحاد لقدام؟ لا في كتير في التاريخ، في كتير يعني من اول التاسيس، من اول جعفر ولي باشا والمجموعه اللي كانت معاه، وحسين حجازي، حسين صبري باشا، بعد كده كمان شفنا مثلا اللي هو مصطفى علواني في وقت من الاوقات حتى لو كانت فتره قصيره، من نائب محمد احمد لفترات كتير جدا، كان كل شويه يحلوا مجلسه ويرجع يعني. وفي الفتره اللي احنا كمان عصرناها بقى الكابتن سمير زاهر طبعا، والمجلس اللي كان معاه في فترات متعدده باعضائه، في وقت من الاوقات المهندس هاني ابو ريده وصل كاس عالم وعمل برضو جزء من الانجازات. في النهايه هو ده تاريخ، ده تاريخ يعني اتحاد الكره. أيوة. تبصي في الكتاب هتلاقي يعني على طول اقالات وحل واستقالات. شباب عالمي واضطراب اداري، يعني كانك كاتب يعني كتبت ده يعني لانه الحل لا يتغير. بالظبط، احنا بنلف في نفس الدايره. شباب عالمي هنا بتتكلم على الاحتراف؟ لا، عن كان وقتها جيل الشباب بتاع كاس العالم 81. تمام. لانه كان مفاجاه، احنا ما كناش موجودين على الساحه في الوقت ده خالص. طلع عندنا جيل شباب، كان كابتن طاهر ابو زيد بقى، وكابتن شريف الخشاب، وكابتن محمد حشيش، وكان مجموعه كانت كبيره، كابتن محمد حلمي، كانت مجموعه كبيره قوي من اللعيبه كانوا وقتها منتخب الشباب. وقدروا ان هم يشاركوا في كاس العالم وقتها 81. لكن وعندنا شباب عالمي خدوا برونزيه كاس العالم، الميداليه طبعًا الوحيده للكره المصريه 2001. طبعا. هل اتحاد الكره كمان لا يجيد التعامل مع المحترفين المصريين؟ طبعا بشكل واضح. محمد صلاح لا يتحمل جزء من المشكله اللي حصلت في كوديفوار. المشكله كانت اداريه بحته. والمشكله كانت عدم تنسيق من المسؤولين في اتحاد الكره المصري، عدم تواصل مع ليفربول. محمد صلاح هو اللي كان بيتواصل مع يورجن كلوب وطبيب المنتخب مع طبيب ليفربول، لكن الجزء الاداري كله اتحاد الكره فشل فيه. دي مشكله كبيره. انت هنا اضريت باللاعب. انت في هذا التوقيت بالعشوائيه الاداريه اللي مارست اللي اتعاملت بيها مع موضوع اصابه محمد صلاح، انت خليت محمد صلاح الناس تهاجمه وهو مش معلوش ذنب. طب هاخد بخبرتك رايك في كابتن حسام حسن والعلاقه بينه وبين محمد صلاح ممكن تبقى عامله ازاي؟ عمرها ما هيبقى فيها مشكله. مش هيبقى فيها مشكله رغم تصريحاته اللي ضايقت الناس وضايقت صلاح. تصريحات كابتن حسام حسن هي تصريحات لمحلل في استوديو. كانت محلل في استوديو.
معلش بس وناس كتير لا ناس لا تتجزأ كثيرا ناس كتير ما في لعيبه كوره كتير برضو قالوا نفس التصريحات واكتر لكن في النهايه حاسب حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر مش حاسب حسام حسن المحلل. انا هستنى اشوف كابتن حسام حسن لما يبتدي شغله مع منتخب مصر وعنده دوره وديه في الامارات في شهر مارس وبعد كده عنده ماتشين تصفيات كاس عالم اشوف هو هيعمل ايه في المعسكر بتاع مارس اشوف القائمه اللي هيختارها هيكسب محمد صلاح في صفه بالتاكيد 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 بس برضو مش مفروض نقعد نصرح حاجات كتير دلوقتي بقى يعني من بعد ما تولى اللي هو مقل ودل في الفتره دي بالظبط لكن هو اعتقد انه من بعد تولي كابتن حسام حسن هو ما ادلاش باي تصريحات اعلاميه والفتره اللي جايه هي يعني هيبقى هتقتصر تصريحاته على المؤتمرات الصحفيه الرسميه للمباريات. هل الجبليه يقرؤون هذا؟ نسالهم لا احد يقرا لا في ناس كتير قرت يعني انا الحقيقه في المهم ان احنا نقرا ونتعلم نتعلم اهم حاجه يعني مثلا انا اول واحد كان حريص على انه يجي معرض الكتاب ويشتري الكتاب كان مهندس ماجد سامي صاحب انديه وادي دجله فهو تمام. عنده فلسفه في الكوره فحب يقرا الكتاب على طول وشخصيات رياضيه وكرويه كتير يعني انا اتفاجئت يعني بالانتشار اللي حصل للكتاب لانه جه في وقت الحقيقه انا ما كنتش اتمنى هو جه في وقت الحقيقه وكانك يعني قرات الطالع زي ما بيقولوا يعني. يعني ما كنتش اتمنى ان ده يحصل لكن كنت متوقع انه هيحصل. عموما احنا نتمنى الخير ونتمنى ان اتحاد الكوره يعني يكمل باذن الله وكابتن حسام حسن زي ما الجمهور عنده هذا الامل ان شاء الله الامور تبقى افضل واحسن ان شاء الله يعني اكيد, أكيد إن شاء يعني الله. زميلنا العزيز عمر البنوبي المره دي يعني انت يعني تكتب عن الكوره ونتمنى انك ما تعملش السلسله رقم 2 ويبقى نفس الموضوع اتمنى اعملها عن النجاحات اتمنى اعملها ان احنا اتعلمنا من التاريخ ونعمل نجاحات ان شاء الله بس من 1920 2024 يا رب يا رب انا وانت هيكون في بقى مذيعه تانية ان شاء الله لا لا ان شاء الله تكوني يعني معانا هيكون بقى ناس تانية اجيال تانية تطلع تتكلم عن نجاحات يعني اشكرك شكرا جزيلا نورتنا والكتاب ايضا موجود حضراتكم لعشاق الكره نظره تاريخيه ورؤيه مستقبليه عن ازمه الكره المصريه 5 شارع الجبلايه فإلى أهل الجبلاية أتمنى أنه إن شاء الله يعني يكون العلم والمعرفة والخبرة نقرأ التاريخ كان بيقول إيه ونقدر نتعلم منه فاصل قصير بشكر ضيفي العزيز بشكرك جدا يا عمر وفاصل قصير ويعني هنتكلم في الفاصل القادم بإذن الله عن الشاعر الرائع الذي رحل عن عالمنا بالأمس الشاعر العظيم مجدي نجيب ولوحة غنائية قدمها للفن المصري فاصل ونتواصل شاعر رائع شاعر جميل فنان حساس الكلمة كنت تجد عند مجدي نجيب كشاعر الجملة لها معنى حتى عنوان الأغنية دايما لها عنوان خلينا نتحدث باستفاضة مع ضيفي الكريم وهو مش فقط هو ناقد ولكنه كاتب أيضا مهم جدا الناقد والكاتب الأستاذ سيد محمود مساء الخير يا أستاذ سيد مساء الخير يا أستاذ الشفكي يعني الحقيقة رحيل شاعر كبير بقيمة مجدي نجيب هو رحيل لجيل قدم للأغنية المصرية حاجات كتير مهمة مجدي نجيب أنا لسه كنت بقول كنت بلاقي حتى عناوين الأغنيات نفسها ليها عناوين يعني مثلا كامل الأوصاف تحس أنك بتحكي حكاية مش مجرد يعني ما كانتش العناوين عنده مثلا الحب الغربة الحياء يعني قولوا لي عين الشمس هي حكاية يعني دايما عنده حكايات في الكتابات بتاعته يعني كلام حضرتك صحيح الأستاذ مجدي أصلا جزء كبير جدا من تميزه أنه كان وراه ثقافة ومعرفة كبيرة بالإضافة إلى حساسية مفرطة وإحساس عزيز بالكرامة والرغبة في الاستقلال وأنه يكون في يعني ممكن نقول محراب خاص يعني هو كان شخص على الرغم من أنه اشتغل في الإعلام لسنوات طويلة وكان يعني كاتب صحفي ورسام صحفي ومخرج فني في مجلات الإذاعة والتلفزيون وعلى الرغم أنه نال حظه من الشهرة في وقت مبكر إلا أنه كان عنده زهد شديد جدا وربما لا نجد له لقاء مثلا تلفزيوني مصور صحيح. إلا لقاء واحد لأنه كان بيحس دايما أنه المساحة الفردية هي المساحة اللي بتمكنه من الإبداع والتعبير عن نفسه وكان بداخله شيء من الخجل
والزهد، وربما في لحظات كثيرة لم يكن يحب، عادة الشعراء يحبوا من يغازلهم أو ينمي فيهم إحساسهم بذاتهم. هو لما كنت أكلمه عن إنجازاته الفنية وطبيعة كتابته كان فورا ينقل الكلام عن حد تاني، لأنه ما كانش بيحب الحكاية دي خالص. والأهم من وجهة نظري أنه كان عنده كمان تجربة نضالية خاضها في بداية حياته. التجربة دي عززت عنده، هو كان في وقت يعني سنه صغير بالنسبة لوجود قامات كبيرة كانت معاه في محنة السجن، كان عنده هذا الشعور بأنه أقل من اللي حواليه، لأنه طبعا كان وقتها كل اللي كانوا معاه أسماء وقامات كبيرة. ولما اشتغل في الصحافة اشتغل مع أسماء كبيرة زي الأستاذ رجاء النقاش وغيره من الناس، فهو ظل يعني يقيم تجربته بشكل يعزز عنده نبله الشخصي. هو انا عايز اقول يعني بحس ان هو عارف فكره اللي هو يعني هو دايما راجع ورا، يعني مش يعني، او يمكن الزخم اللي كان حواليه كان بيديله الاحساس ده بالظبط. هو كمان لدرجه انه يعني قبل ما يعني يتزايد عليه حاله المرض، هو طبعا تعرض لمحنه فقد الابن طبعا، وهذه المحنه اثرت عليه جدا، اثرت عليه جدا واثرت على معنوياته، ظلت حالته الصحيه تتراجع. فمن خلال مجموعه من الاصدقاء قررنا نعمل له مبادره تكريم ان احنا نكرمه في بيت الشعر. هو رفض حتى انه يجي، يعني رحب بفكره التكريم، بس هو قال انا مش من الاشخاص اللي بيحبوا يواجهوا الجمهور. انه هو وده هو جزء ورا الشبابيك دايما بالظبط، وده يعني جزء يعني من شخصيته، جزء أيوه من شخصيته. طيب خليني اروح مثلا يعني الشاعر الكبير مجدي نجيب كمان مش بس كان شاعر لكن كمان كان صاحب دواوين شعريه، يعني عنده اكتر من ديوان الحقيقه، يعني اخرهم الوصايا اعتقد كان بالزبط اخر ديوان قدمه. فالدواوين دي برضو يعني كانت عامله له ثقل كبير ومختلف، يعني هو يعني طبعا مش مجرد اغاني وشعر مغناه. أنا عايز أقول لحضرتك هو أصلا يعني طبعا حضرتك عارفة أنه كان جزء من موجة كبيرة في الشعر العامية المصرية، هي طبعا الجيل الثاني اللي جه بعد صلاح جاهين وجيل الرواد، وكان ضمن حزبة كنا محظوظين جدا حقيقة، لأنه كان في الأبنودي وسيد حجاب وعبد الرحيم منصور وفؤاد قعود وأسماء كتيرة جدا. صحيح. لكن هو كان صوت متفرد على الرغم أن كل دول كانوا مواهب كبيرة وكل شخص فيهم ليه بصمة، لكن جزء من يعني تفرد مجدي نجيب أنه كان شاعر عنده شيء كده ممكن نسميه القلق الوجودي، ولذلك ده موجود في أغانيه بشكل واضح جدا. صحيح. يعني لما تيجي حضرتك تسمعي مثلا أغنية زي سؤال بسألك آخرة الترحال ومن أول وسهر الليالي ومن أول لمسة، أو لما نيجي نسمع مثلا أغنية غريبة فعلا اللي هي غريبة غريبة إني أكون ويا حبيبة دنيا ما بتسمى وقريبة وفجأة أكون زي الجنون جوه العيون. أيوة اللي هي فكرة فكرة الإنسان اللي هو دايما يطرح السؤال ويشارك الناس فيه يعني. بالظبط. طيب خلينا واحنا وده كان موجود في أنا هستأذن الزملاء فعلا. لو في أي أغنية كمان ممكن من الحاجات اللي قدمها شاعرنا الكبير مجدي نجيب نبقى نسمعها واحنا بنتكلم أو نرجع لها، لكن عايز أسألك المرحلة بتاعة مجدي نجيب ومحمد منير، يعني عرفه الشاعر الكبير عبد الرحيم منصور بي أو قدم محمد منير ليه وقال له ده من الأصوات الحلوة، وكان وقتها هو عامل أغنية القدس. صحيح. وأنا مستغربة جدا أن الأغنية دي يعني عدد كبير من المطربين ما حبش أن هو يغنيها، دي كانت بداية التعارف بينه وبين منير. الكلام الحاج بتقوليه طبعا صحيح، وأهم شيء أنه منير في الوقت ده كان بيطرح نفسه. مفيش احلى من شاديه تغني طبعا، هو بمناسبه كان وراها قصص. بمناسبه شاديه هو طبعا الشهره الحقيقيه للاستاذ مجدي جت بعد نجاح المبهر لغاب القمر يا ابن عم. غاب القمر يا ابن عم، وطبعا جزء كبير جدا من هذا النجاح كان وراه اللحن العظيم للاستاذ محمد الموجي طبعا. صح. اداء شاديه الذي لا يشبه اي اداء. صح. وبالتالي ده كان مديله كمان احساس بالثقه
الكبيرة أنه بيبدأ صح. تجربته مع صوت يعني له حضور شادي. لكن اللي عزز أكتر حضوره بالنسبة للأجيال الأصغر طبعا علاقته بداياته مع عبد الحليم حافظ طبعا. دي كلها فترات متقاربة كامل الأوصاف. بعد كده شغله مع فايزة أحمد وده شغل فيه حاجات علامات يعني ياخد حبيبي أنا أما العيون الكواحل طبعا. في الوقت ده فايزة كانت ابتدت تحت تأثير النجاح الطاغي للشعبيات اللي عملها بليغ حمدي طبعا. إنها برغم أن أصولها السورية إلا إنها تتقدم بتقديم أغاني فيها طابع شعبي شوية. وطبعا الأبنودي ومحمد سلطان ومجدي كان بيحب قوي بليغ وكان بليغ هو حكى لي الحكاية ديت أنه بليغ كان بياخده معاه معهد الموسيقى العربية بل بالعكس بليغ اللي عرفه على محمد الموجي وبدأت الطفرة دي العلاقة من هنا آه. طيب مرحلة منير بقى لأن دي مرحلة برضو يعني شهدت بدايات محمد منير وقوته بالضبط. هو منير طبعا زي ما كلنا عارفينه وحضرتك عارفة أكتر من أي حد تاني الحكاية ديت منير كان بيطرح نفسه في أواخر السبعينات باعتباره ممثل ما كان يسمى بالأغنية البديلة وجزء من الأغنية البديلة دي الرهان على قوة الكلمة مش بس اللحن المختلف صحيح. اللي كان وراه الحاج أحمد منيب في بداياته أو بليغ حمدي لكن كانت الكلمة عنصر أساسي لذلك في الوقت ده غنى فؤاد حداد سيد حجاب عبد الرحيم منصور طبعا اللي هو الضلع الأساسي طبعا. في المثلث ده وكان الأبنودي يعني بعيد عن التجربة دي لحد كبير على الرغم من أنه يعني كان شهيرا جدا كان عبد الرحيم منصور بيدور لمنير صحيح. على الشعراء المختلفين صح. فاتعامل مع سيد حجاب بنتولد صح. واتعامل بعد كده طبعا علموني عنيكي كان تقريبا في معظمه كان في معظمه لعبد الرحيم منصور لكن ظهور مجدي نجيب امتد بسبب في تقديري انه جزء كبير جدا من استمرار تجربه محمد منير مع مجدي نجيب بقوه الكلمه ليها علاقه كمان بشخصيه مجدي نجيب لان مجدي نجيب مش متطلب مش يعني مش بيحب الفلوس ما كانش عنده مطالب يعني حياته كانت بسيطه جدا بيته كان مفتوح طول الوقت لكل الناس في نفس الوقت اللي ممكن حضرتك تتاملي انه مجدي نجيب كمان اشتغل مع اجيال من الملحنين صحيح. يعني ما اغلقش تجربته مثلا على احمد منيب بليغ الموجي يعني احمد منيب بعد كده لغايه ما وصلنا لوجيه عزيز وجيه عزيز كمان بيمثل جزء اساسي في التجربه دي من عمل اول حاجات لرشدي كمان عمل حاجات لرشدي هو في بداياته طبعا اللي كان بيكتب اغنيه لعبد الحليم طبعا خلاص وشاديه ما مش محتاجه اكتر طبعًا من كده ناس. طبعا طيب انا كمان كنت بحس انه عند مجدي نجيب عندما تستمع لكلمات مجدي نجيب واغنياته انت ما بتبقاش عارف هو يكتب للحبيبه ولا يكتب لمصر يعني تحتمل المعنيين في اغاني كتير جدا طبعا هو ده جزء من اللي احنا بدانا بيه انه خلفيته السياسيه كانت أصل... دايما فرضة نفسها ناس كتير جدا يمكن بعد وفاة الأستاذ مجدي امبارح ابتدت تقرأ على السوشيال ميديا قصص مرتبطة بأغنياته يعني شبابيك الأغنية التي صنعت مجد محمد منير دي غنوة وراء قصة سياسية لها علاقة بأنه تجربة اعتقال مجدي نجيب في الستينيات أو يعني في أول الستينيات دفعته لأنه يرسل عتاب للرئيس عبد الناصر وكانت شبابيك هي هذا العتاب وبالتالي هو ما كانش بيكتب كمان النص التقليدي اللي احنا معتاد في الاغنيه يعني ما بيكتبش كوبليه ومذهب او مرجوع يرجع تاني لنفس القالب اللي موجود هو كان اقرب ما يكون حتى وده بسبب طبعا بداياته الشعريه كان عنده ديوان في اول ديوان كتبه اسمه صهد الشتاء أيوه. وده بيمثل علامه في شعر العاميه لانه ما كانش ده في الستينات كان. في الستينات الشعر العاميه في الوقت ده كان غارق في الايقاع صحيح البنيه الايقاعيه الصاخبه الكلام طبعًا. اللي فيه طنطنه هو كان عامل شيء غريب جدا بحكم وجوده كتشكيلي
كانت العناصر التشكيلية والبصرية فيه أقوى بكتير جدا من البنية الإيقاعية. يعني هو كان بيشكل صورة وصورة غريبة وفيها. هل هنا حسوا في الفن التشكيلي لأنه هو كان فنان تشكيلي رائع ولوحاته مميزة ومختلفة، ورغم عن ذلك يعني إيه برضو ما أخدتش زي ما بنقول الصيت اللي يستحقه مجدي نجيب؟ يعني الناس ما كانتش بتربط ما بينه أنه هو الشاعر العظيم وهو أيضا الفنان التشكيلي، يعني يمكن عمل معرض أو اتنين فقط، يعني ما عندوش هذا في هذا الإنتاج اللي عنده المميز. هو لأنه كانت شخصية الصحفي أحيانا بتكون طاغية على شخصية الفنان. الجانب التاني هو زي ما قلنا في الأول هو زاهد في الشهرة، شخص يعني ممتلئ برضا كبير جدا. رسوماته كانت ليها طابع التأكيد على القيم الشعبية، يعني حضرتك لما تربطي قولوا لعين الشمس مع أعماله هتجدي أنه في علاقة. الجانب المهم كمان أنه كان بيحب يرسم الحكايات الشعبية جداً. التراثية، فهنلاقي عنده مثلا الأميرة ذات الهمة أو أيوه. قطر الندى اللي هي زي ما حضرتك كنت بتقولي على الأغنية حكاية. هو بيرسم برضو اللوحة بمنطق الحكاية، بنفس المنطق، فكان بيرسم الحكايات ديت. ولذلك في موتيفات شعبية كتير ما احنا شايفينها على الشاشة دي، بعض الموتيفات اللي هي برضو شبه أغنية وشبه الحالة أغنية. وده مثلا آخر معرض عمله هو كان مهدى لمحمد منير، لأنه كان عامل يعني ترجمة بصرية لكل الأغنيات لمنير. أيوة. يعني وفيها رائع. يعني كمان أنا ببقى حزينة أن الحاجات دي لم تصل بالشكل الكبير إلى كل الناس. يعني يعني هو الحقيقة حتى لما كان في المحنة الصحية الأخيرة التي سبقت وداعه كان معتز جدا بنفسه. صحيح. لدرجة أن أنا لما كتبت على المرض، والحقيقة بعد ما كتبنا كان في استجابة لمسألة علاجه، أنا مثلا كنت حزين قبلها لأنه لم ينل جائزة الدولة التقديرية. صحيح. على قوة إبداعاته، لأنه ده جزء من شخصيته. هو صح. شخص كان يحب جدا الاعتزاز بنفسه والبقاء في الظل، بينما الجوائز هو حال المبدعين. خلينا نقول حال المبدعين بيحسوا أنه أنا إبداعي واضح وباين وهو ده اللي انا اقدر اقدمه، ولكن التكريم يعني انا بشوف دايما انه المبدع والموهوب والشاطر زي ما بيقولوا يعني لا يطلب التكريم، يعني المفروض انه يعني بالظبط حقيقي طبعا حقيقي اكيد يعني. اكيد لكن لكن خليني اقول هو عمل لهاني شاكر كمان. لهاني شاكر في البدايه، يا ريتك معايا، يا ريتك معايا من الحاجات وده الحلوة. ده جزء مرحله طبعا الموجي. يعني هو كان بيحب الموجي جدا، وكان بيقول ان الموجي شخص كريم. صحيح. كعادة الفلاحين. صحيح. وكان بيحتفي جدا بيه، وكان يحب جدا الموجي الحقيقة. وكان دايما بيتكلم عنه بشكل رائع. معظم لوحاته قبل ما نختم استاذ سيد، معظم لوحاته يغلب عليها الطابع لون الشمس الاورنج ده، موجود لون الحياة. يعني هو غريب جدا يعني مجدي نجيب، يعني كان يعني يرسل الحياة وهو يعيش في الظل. يعني زي ما بالغنوة اللي عملها لمنير ولحنها وجيه عزيز بتاعت عصفور متدلع وفي قلبه حكايات بتولع. فهو تصوره عن الطير وتصوره عن الشمس وعن الأفق. كمان في حاجة قبل ما نختم، انه كان بيحب يرسم للأطفال، وده جزء من برضو إحساسه بالبراءة. هو كان بيعطي العطاء الأكبر في سنواته الأخيرة لرسوم الأطفال. وده جزء من حالة البهجة والألوان اللي باينة في اللوحات دي. بالظبط، الألوان المتوهجة دي. لأنه ما ينفعش حد يرسم للأطفال ألوان مظلمة. طب أنا كنت عايز أعرف منك قبل ما نختم كده على طول، كيف كان ينظر للشعر والأغاني بقى في الفترة الأخيرة وانتوا قريبين من بعض؟ هو كان الحقيقة في مسألة الشعر كان بيفرق بين الاتنين. يعني هو كان بيعتبر الأغنية شعر، لكنه شعر بمتطلبات تتعلق باللحن. واللحن هو يعني فكرة السوق دي ما كانتش واردة عنده خالص. لكن كان يعني هو كان يكتب وبعدين السوق يطلب الأغنية. لكن يعني هو لا يكتب للسوق. بالظبط، هو بيكتب لملحن. يعني هو يكتب مثلا، فكان يكلم وجيه عزيز يقول له انا عندي اغنيه جديده، تعال خدها.
مثلا عنده اغنيات جميله جدا مع المغني الليبي احمد فكرون. ايوه صح، ودي حاجه ساحه الفنا ودي مرحله برضو. لكن ما كانش يبص مثلا يقول ايه الشارع مثلا عايز كذا انا اعمل اغنيه كذا، هو يكتب من خياله؟ لا خالص، لا ما يكتبش هو لتاثير الشارع عليه، وما حدش يطلب منه اغنيه، يعني ما كانش عنده حكايه. ما فيش بقى مطرب يقول له عايز اغنيه اعملها، ما كانش. لا لا خالص، يعني مثلا من اول لمسه او ليلى يا ليلى، منتصف التسعينات كان شغله مع منير كتير، وكان زي ما قلت لحضرتك مرتبط جدا بسعود وجيه عزيز كملحن. كان هو بيحب جدا المغامره، هو ما كانش يفرق معاه الملحن ده شاب او يفرق معاه الحاله، يفرق معاه بالظبط. الحقيقه الكلام يعني لن ينتهي ابدا، انا دايما بقول انه الكلمه لا تموت صحيح. ولا ترحل، الكلمه صحيح. تبقى وهي الاثر الباقي دايما. وده بيأكد كلام حضرتك انه على مواقع التواصل الاجتماعي الاشخاص اللي طلع مجدي نجيب جزء من ذاكرتهم هم مش منتبهين، لانه ما كانش عنده الحاح اعلامي صحيح. الناس اكتشفت ان كل الاغنيات الحلوه دي اللي وراها مجدي وجداننا. وراها مجدي يعني هو نجيب. شكل وجدان يعني اجيال مختلفه حقيقي، وهو يعني هو جزء من ذاكره الحقيقه كان يستحق اكتر أكيد. من كده بكتير اكيد. الكلمه الاخيره اللي او الاغنيه الاخيره او الكلمه الاخيره اللي هي تبقى عنوان مشواره كامل الاوصاف ولا حاجه تانية؟ انا بحب يعني كامل الاوصاف، وبحب غاب القمر. هو فعلا غاب القمر يا ابن عم، هو قمر حقيقي. لانه غاب القمر دي فيها تشكيل شعري غير متكرر في تاريخ الاغنيه المصريه. ليه ختم بالوصايا؟ كان بيوصي في الدنيا؟ ده ديوان الوصايا اخر حاجه. هو كان عنده دواوين كتير الحقيقه، وانا اشكر حضرتك لانه دي مناسبه. امنيته الوحيده الاخيره التي طلبها مني وطلب مني ان انا اتولى هذا الموضوع هي نشر اعماله الشعريه الكامله. وفعلا اتفقت مع الصديق الشاعر جرجس شكري حين كان يتولى اداره النشر في هيئه قصور الثقافه على ذلك، لكن هو بعد كده خرج من المنصب وتعطل المشروع. وانا اتمنى ان تقوم هيئه الكتاب او هيئه قصور الثقافه يا ريت لنشر يعني اعماله. احنا كاملة. نتمنى اذا كان لم يحصل مجدي نجيب على جائزه الدوله التقطيريه، فاعتقد انه ده دور يمكن يكون وزاره الثقافه كمان تقدمه، انه يتم حقيقي نشر دواوينه. اعتقد دي تبقى يعني افضل تأبين ليه لشاعر كبير زيه، شكل وجداننا، شكل وجدان اجيال كتيره. يعني انا اتمنى انه يعني في برنامج حضرتك، وانا عارف انه يعني بيتشاف من هيئات ومن جهات ومن مسؤولين عن اتخاذ القرار، اتمنى ان تتحقق لمجدي نجيب هذه الأمنية حتى وهو في رحاب الله. إن شاء الله تتحقق أمنية مجدي نجيب، ونرسلها رسالة إلى دكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة بأنه هذا أجمل وأفضل تأبين لموهوب شكل وجدان أجيال مختلفة، كتب الكلمة التي تصون الوجدان المصري. مجدي نجيب ننتظر أنه يكون في الحقيقة تكثيف، وأنه يتم طبع دواوينه ونشرها بإذن الله، وأعتقد دي أجمل حاجة ممكن هو يتركها في النهاية. بشكرك شكرا جزيلا، وحتبقى الكلمة الحلوة دايما. مصر ولادة أكيد يعني. أنا اللي شاكر لحضرتك، وشرف كبير إن أنا أكون معاكي. أكيد شرفتني الناقد والكاتب الأستاذ سيد محمود، شرفتني. دوري اليوم في التاسعة انتهى، ولكن حاولنا النهاردة ما بين التاريخ والكتابة والمجتمع والسياسة والكورة إن إحنا نقدم هذه الوجبة الدسمة في يوم الخميس. غدا تستكملون مع الزملاء التاسعة الزميلة العزيزة هدير أبو زيد، أما أنا ألقى حضراتكم بإذن الله الخميس المقبل في رعاية الله.